جديدة، حيث شدد الرئيس السيسي على ضرورة تفعيل الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف بكافة صوره وأشكاله. وخلال استقباله لوفد من الكونغرس الأمريكي، أكد السيسي حرص مصر على ترسيخ دعائم الدولة المدنية الحديثة بما يشمله ذلك من إعلاء سيادة القانون ومفهوم المواطنة، فضلا عن بذل أقصى الجهود لتحقيق التوازن بين صون الحقوق والحريات وبين حفظ الأمن والاستقرار.